أهلا بيكم. كتير مننا بيكون عنده فلاشة بيستخدمها وعليها بيانات أو ملفات أو صور خاصة، وبيحتاج إنه يأمنها علشان لو ضاعت أو وقعت منه أو حتى حد تعمد إنه ياخدها ما يقدرش يشوف إيه اللي على الفلاشة. النهاردة هنشرح طريقة تشفير الفلاش ميموري على ويندوز 10 وإزاي أخليها تفتح بكلمة مرور، وده هيكون بدون برامج خارجية. فلو وقعت الفلاشة منك ما تخافش، لأن ما حدش هيعرف يفتح أو يشوف أو يتجسس على ملفاتك أو صورك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أول حاجة بنوصل الفلاشة اللي عايزين نعمل عليها كلمة مرور أو باسورد، وبعدين بنفتح الكنترول بانل. وبنختار بيت لوكر درايف انكريبشن. قدامي البارتيشنز بتاعت الكمبيوتر، ممكن ان انا اقفل البارتيشن اي او الدي بباسورد برضو ينفع، لكن انا ههتم بالجزء الخاص بالفلاشة لان هي اللي سهل ان هي ممكن تقع او تضيع او حد ياخدها. فجنب الفلاشة هلاقي تيرن اون بيت لوكر، تيرن اون بيت لوكر، بضغط عليها هتظهر لي النافذة الخاصة ببداية التشفير. هعلم ان عند ان انا عايزة اقفلها بكلمة مرور، وبكتب كلمة المرور لازم ما تقلش عن 8 حروف او ارقام. واكتبها مرة تانية للتأكيد، وبعد كده بضغط نيكست. بعدين بيسألني ايه الاجراء اللي نعمله دلوقتي علشان نعمل ريكفري كي نستخدمه في حالة ما اكون ناسية كلمة المرور. اما انه يعمل لي الريكفري كي ده جوه ملف واشيله جوه الجهاز، او انه يطبع لي بيانات التشفير. انا بختار الاختيار الاول، هيفتح لي الجهاز احدد فيه انا عايزة اشيل الريكفري كي ده في اي مكان. بختار المكان اللي هحفظ فيه الريكفري كي، وبضغط على سيف، وبكمل الاجراءات نيكست. بيجيني بعد كده اختيارين، انكريبت يوزد ديسك سبيس اونلي او انكريبت انتاير درايف. هاخد الاختيار التاني لان انا عايزة اقفل الفلاشة كلها، وبضغط نيكست. بيجي لي اختيارين تانيين، نيو انكريبشن مود وكومباتبل مود. هاخد الاختيار التاني، هضغط بعد كده نيكست وستارت انكريبتنج علشان يبدأ التشفير. كده بدأت عملية التشفير أو العملية اللي هتقفل لي الفلاشة بكلمة مرور. وأثناء ما هي شغالة ما ينفعش إن أنا أشيل الفلاشة من الكمبيوتر، لأن ده هيضر الفلاشة والملفات اللي عليها. كده انتهت عملية التشفير، وهلاحظ ان الايقونة بتاع الفلاشة ظهر عليها شكل القفل والمفتاح، معنى كده انها مقفولة بباسورد. هحاول دلوقتي ان انا افتحها، هلاقي بيطلب مني كلمة المرور او الباسورد اللي انا عملتها، بكتبها وبضغط انلوك. هلاقيه يفتح الفلاشة عادي وكل الملفات تظهر قدامي. هشيل الفلاشة من الكمبيوتر واحطها تاني، الاقي رسمة القفل والمفتاح رجعت تاني، واحاول افتحها. والمرة دي انا هتعمد ان انا اكتب كلمة المرور غلط،
هكتب الباسورد هنا غلط. كتب لي بالأحمر إن الباسورد اللي أنا كتبتها دي مش مظبوطة. هروح على More Options وافتح الريكفري كي اللي أنا شايلاه وانسخ منه الريكفري كي أو الأرقام اللي مكتوبة جواه اللي أنا هفتح بيها. هروح للمكان اللي أنا شايلة فيه الملف اللي فيه بيانات التشفير وافتحه، هلاقي كلمة ريكفري كي وتحتها 48 رقم، بنسخهم واروح احطهم عند النافذة بتاعت فتح الفلاشة، وبعد كده بضغط على انلوك، الاقي الفلاشة اتشال من عليها القفل وبقى شكلها طبيعي جدا وتتفتح معايا. وبكده نكون اتعلمنا ازاي اقفل فلاشتي بباسورد. ولو نسيت كلمة المرور دي هعمل ايه؟ ولو عايزين تعرفوا ازاي اشيل الباسورد من على الفلاشة واخليها متاحة لأي حد، هتلاقوا لينك الفيديو في صندوق الوصف.